ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع بعض هنبدا مواضيع جديده اسمها الاوكيوبيشنال هيلث اند الاوكيوبيشنال ديزيزز، ومكملين مع بعض في المواضيع ديت حوالي 4 أو 5 فيديوهات مع بعض. طبعا هنشتغل الجزء ده من ورق الكليه، لان ورق الكليه في الجزء ده جميل جدا ومرتب جدا ومش محتاج نعمل له اي ورق خارجي. احنا بنتكلم على حاجه اسمها ايه؟ اوكيوبيشنال هيلث. يعني ايه اوكيوبيشنال هيلث؟ او يعني ايه كلمه اوكيوبيشن؟ كلمه اوكيوبيشن يعني وظيفه او ورك. طب لما اقول لك الايه الاوكيوبيشنال هيلث، يبقى تاني ايه؟ يبقى صحه الوركرز. مش بس كده، صحه الوركرز والسراوندنج انفايرمنت. تمام؟ يبقى انا لما اقول لك يعني ايه اوكيوبيشنال هيلث، تقول لي الهيلث اوف الوركرز اند السراوندنج انفايرمنت. يعني ايه الهيلث اوف الوركرز؟ انا بشوف الشخص بتاعي ده اللي جاي يشتغل ده مناسب للوظيفه ولا لا. انت هتقول لي ازاي هو مناسب للوظيفه؟ فاكرين انتوا مقياس الصحه في اول محاضره لما كنت بقول لك عشان اقول ان الشخص ده هو صحيح لازم يكون فيزيكال كويس، لازم يكون منتال كويس، لازم يكون ايه سوشيال ايه كويس. يبقى ويه يعني ايه دلوقتي الهيلث اوف الانفايرمنت؟ تكون الانفايرمنت خاليه من اي ملوثات او اي ريسك فاكتورز. يبقى اول حاجه معاك النهارده في الورقه اللي معاك الديفينيشن اوف الاوكيوبيشنال هيلث. يعني ايه اوكيوبيشنال هيلث؟ يعني الهيلث اوف الوركرز العمال والسراوندنج انفايرمنت. يعني ايه هيلث اوف الوركرز؟ يبقى فيزيكالي كويس، منتالي كويس، سوشيالي كويس. يعني ايه السراوندنج انفايرمنت؟ تكون خاليه من اي ملوثات او اي ايه او اي ريسك فاكتورز. طب ايه هو الاغراض او الايمز بتاع الاوكيوبيشنال هيلث دي يا دكتور؟ طبعا احنا بنعمل حاجه اسمها اوكيوبيشنال هيلث عشان اوصل الوركرز بتاعي لاعلى درجه من الفيزيكال والمنتال والسوشيال والبينج. ده احنا جايبينها كده من التعريف. مش التعريف كان بيقول لي حاجه اسمها هيلث وركرز، الهيلث اوف الوركرز؟ يبقى الهيلث اوف الوركر قلت لك تشمل ايه؟ تشمل فيزيكال ومنتال وسوشيال ايه؟ وسوشيال ويل بينج. طب بعد كده كنت بقول لك ايه؟ حاجه اسمها ورك انفايرمنت او الهيلث اوف الورك انفايرمنت. كنت بقول لك ان انا ايه؟ احافظ ان ما يكونش في اي ريسك فاكتور في الانفايرمنت. ما هو نفس الكلام البريفنشن اوف الهيلث هازاردز ذات مي ارايز ديو تو الاوكيوبيشنال اكسبوجر، اللي هو ايه؟ اللي هو بيتعرض لها في الورك. يبقى انا دلوقتي احنا بنعمل لي حاجه اسمها اوكيوبيشنال هيلث عشان حاجه للوركر وحاجه للانفايرمنت. حاجه للوركر يبقى ايه؟ يبقى ان انا اوصله لاعلى درجه من الفيزيكال والمنتال والسوشيال ويل بينج. رقم اثنين، اثنين وثلاثه يعتبروا شكل بعض، ان انا اعمل بريفنشن الاكسبوجر تو الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز دي ممكن تؤدي الى الدس بعد كده او ممكن تؤدي الى الدس. فانا بحمي الوركر بتاعي ان هو يتعرض لريسك فاكتورز تؤدي الى الدس. كمان انا بعمل حاجه اسمها اوكيوبيشنال هيلث عشان اشوف الشخص المناسب للوظيفه. يعني في اشخاص مثلا ممكن دلوقتي في وظيفه معينه محتاجه ناس تشيل او كلام من ده، فبنقي الناس اللي تقدر تشيل وتقدر تحط او تعمل كذا او كذا. لكن ما نقيش واحد رفيع جدا مش هيقدر يشيل او مش هيقدر يحط ان هو يتعرض او ان هو ايه يمسك الوظيفه دي. ممكن مثلا في ناس مثلا بيبقى عندها مشاكل في صدرها، عندها مثلا برونكيال ازمه، ما ينفعش مثلا اشغلهم في مصنع سيراميك يجي لهم سيليكوزس على طول وممكن يجي لهم ايه صادن او يحصل لهم صادن ديس. فيعني كلمه بروبر سيليكشن اوف الوركر تو فيت ذا وركر فور بروبر جوب، يعني ايه؟ انا بختار الموظف يكون هو فيت للوظيفه دي. يعني ايه فيت للوظيفه دي؟ يعني مناسب للوظيفه دي. يبقى احنا بنعمل بروبر سيلكشن. طب ليه انا بعمل بروبر سيلكشن؟ عشان احقق انتاجيه عاليه، يبقى اتشيفنج الهايست ايه برودكتيفيتي. يبقى بالراحه خالص واحنا بنتكلم، ايه هي الايمز بتاعتي؟ الايمز انا دلوقتي عندي حاجه اسمها ديفينيشن. الديفينيشن جبت منه كلمتين اتنين، الهيلث اوف الوركرز رقم اتنين ايه والايه والهيلث اوف الورك انفايرمنت. الوركرز قلت لك انت عايز توصلهم لاعلى درجه من الفيزيكال والمنتال والسوشيال والبينجز. طب والانفايرمنت قلت لك لازم نمنع اي ريسك فاكتورز موجوده ليه في الانفايرمنت او اي ملوثات ممكن تؤدي او تاثر على الوركرز وتؤدي الى الدس في الاخر. كمان احنا بنعمل الاوكيوبيشن هيلث، انا دلوقتي بنقي بنعمل حاجه اسمها بروبر سيلكشن للوركرز. اللي بعمل بروبر سيلكشن الاثنين اللي ورا بعض لهم علاقه ببعض، انا بعمل بروبر سيلكشن ليه؟ عشان نحقق انتاجيه عاليه. يبقى انت دلوقتي 5 نقط متلخصين في ايه؟ متلخصين في كلمتين اتنين في الديفينيشن بتاعك اللي هو الهيلث اوف الوركرز والورك انفايرمنت، وبعد كده الاثنين اللي لهم علاقه ببعض ان انا بعمل بروبر سيلكشن عشان احقق انتاجيه عاليه. كده انت خدت سؤالين اتنين من النهارده محاضره الاوكيوبيشنال هيلث، اللي هم اول حاجه الديفينيشن والايمز، والاثنين لهم علاقه ببعض.
كده انت خلصت حاجه اسمها اوكيوبيشنال هيلث. تعالى بقى نقول مع بعض يعني ايه اوكيوبيشنال هيلث ديسيز. اوكيوبيشنال هيلث ديسيز ببساطه خالص هو ده عباره عن ديسيز طالع من مكان العمل او طالع من الورك اللي الناس شغالين فيه. بمعنى قلت لك دلوقتي لو في مصنع سيراميك، المصنع سيراميك او زجاج بيطلع ماده اسمها السيليكا بتسبب حاجه اسمها السيليكوزس هنعرفها قدام. يبقى انا دلوقتي الديسيز ده خرج منين؟ خرج من مكان العمل. طب هو دلوقتي الديسيز ده حصل نتيجه ايه؟ نتيجه ريسك فاكتور اللي هي مثلا السيليكا. تمام؟ لما اجي بقى اعرف الديفينيشن اوف الاوكيوبيشنال ديسيز اقول مع بعض هو عباره عن ايه؟ الديسيز ذات ارايز اوت اند ان، يعني هو بيطلع في الكورس اوف الامبلويمنت اللي هو كورس العمل او وقت العمل. ليه؟ ديو تو ا فاكتور، او الفاكتور ده اللي هو الايه؟ الريسك فاكتور اللي احنا بنقول عليه، which is specific to الاوكيوبيشن. يعني ايه يا شباب؟ يعني specific لمكان العمل. يعني انا بقول لك مصنع سيراميك يطلع سيليكا، طبعا مثلا لو مصنع حاجه تانية هيطلع ماده تانية وهكذا. ممكن مثلا ايه المصنع ده بيبقى فيه مكان صوته عالي جدا ياثر على السمع. خلاص يا شباب، ممكن يكون المكان ده مثلا فيه بكتيريا وفيه بلاد فيروسز وكلام من ده، دي برضه تعتبر ريسك فاكتورز. يبقى انت دلوقتي بقول لك يعني ايه اوكيوبيشنال ديسيز؟ هي عباره عن ديسيزز ويتش ار رايز ان الكورس اوف الامبلويمنت عشان اتعرضت لايه؟ لريسك فاكتور. وبدا يديك امثله على الريسك فاكتورز ديت. قال لك والله الريسك فاكتور ممكن تكون فيزيكال هازاردز، يعني النويز، صوت المكن بتاع المصنع عالي جدا، يبقى دي زي ايه؟ زي النويز. في حاجه اسمها كيميكال هازاردز زي الجازز، تمام، والبويزنس. خلاص، في حاجه اسمها بيولوجيكال فاكتورز زي البكتيريا مثلا، فانجاي، فيروسز. في حاجه اسمها سوشيو سايكولوجيكال، الورك ستريس، واحد متعرض للتوتر في الشغل بتاعه. في حاجه اسمها ميكانيكال هازاردز، وحاجه اسمها هنا اداك مثال عليها حاجه اسمها ارجونوميك بروبلم اللي هي مشاكل ايه؟ مشاكل الراحه. يعني ايه مشاكل الراحه؟ يعني واحد قاعد مثلا في شغله على المحاسب مثلا على المكتب قاعد 8 ساعات او 9 ساعات، دي تؤدي الى مشاكل؟ اه تؤدي الى مشاكل. خلاص، وتؤدي الى الاوكيوبيشنال ديزيزز. يبقى انت براحه خالص يا دكتور، احنا دلوقتي بدانا ايه في المحاضره دي؟ احنا بنعيد بس يا شباب الكلام ده لان هو منطلق المحاضرات بتاعتنا. خدنا يعني حاجه اسمها اوكيوبيشنال هيلث، والاوكيوبيشنال هيلث هي عباره عن الهيلث اوف الوركر اند السراوندنج انفايرمنت. خدت الايمز اوف الاوكيوبيشنال هيلث وقلت لك ايه؟ هات كلمه من الوركرز ان انا احافظ على الفيزيكال والسوشيال والمنتال والبينج، هات كلمه من الانفايرمنت ان احنا نمنع اي ريسك فاكتور الوركرز تتعرض لها، واثنين لهم علاقه ببعض ان انا بعمل بروبر سيلكشن للوركرز. ليه بعمل بروبر سيلكشن للوركرز؟ عشان تتحقق الانتاجيه العاليه. يعني ايه اوكيوبيشنال ديسيز؟ ده ديسيز نتج نتيجه الايه؟ العمل. ليه نتج نتيجه العمل؟ نتيجه تعرض لريسك فاكتور، والريسك فاكتور قد يكون ايه؟ قد يكون فيزيكال، قد يكون كيميكال، قد يكون بيولوجيكال، قد يكون ايه؟ سوشيو سايكولوجيكال، قد يكون ايه؟ ميكانيكال. بعد كده السؤال الرابع هنا ديفرنشيشن، او بيعمل هنا كومباريزون بين حاجه اسمها الاوكيوبيشنال ديسيز والورك ريليتد ديسيز. طبعا انا هقول لك كلمه واحده او كلمتين في الجدول هتلاقي نفسك انت بتقول الجدول كله مش محتاج تحفظه، على عكس ايامنا احنا كان مثلا بيجي لنا السؤال ده باربع درجات يقول لي اعمل كومبير بتوين الاوكيوبيشنال ديسيز اند الورك ريليتد ديسيز. يعني ايه اوكيوبيشنال ديسيز؟ جايه من اسمها، يبقى ده اونلي ورك از الاورجن بتاع ايه؟ بتاع الديسيز ده. يعني هنا الورك او المكان العمل هو المكان اللي هيخرج منه الديسيز ده بس. يعني مش لو واحد مثلا في الكوميونتي او ماشي في الشارع او كلام من ده ما يجيلوش الديسيز ده، لا، الديسيز ده بيجي للناس اللي شغاله بس. ليه؟ لانهم بيتعرضوا لريسك فاكتورز لها علاقه بالايه؟ بالورك. زي ما قلت لك تاني، انت في مصنع سيراميك بتتعرض لحاجه اسمها السيليكا. هل السيليكا دي واحد ماشي، او السيليكوزس بقى، واحد ماشي في الشارع يجيله سيليكوزس؟ لا، لانه مش هيتعرض للسيليكا. طب قلت خلاص ايه الورك ريليتد ديسيز؟ الورك ريليتد ديسيز ده ديسيز الورك فيه فاكتور بس. يعني ايه فاكتور؟ يعني لو انا قلت لك واحد جاله الضغط، هل الضغط جاي له نتيجه العمل بس؟ ممكن يكون مثلا ايه الشغل ده فاكتور. يعني ايه فاكتور؟ يعني ضغط العمل مع ضغط الحياه مع مصاريف العيال مع كذا مع كذا مع كذا، هو ده السبب فيه اللي جاله ان هو يجي له هايبرتنشن. طب تعالى كده بقى نعمل المقارنه. يبقى اول حاجه اوكيوبيشنال ديسيز ده اونلي الورك از الاورجن، اه هو مكان العمل الوحيد هو المصدر. ده هي حاجه اسمها مالتي فاكتوريال ان الاورجنز نوت اونلي الورك، مش الورك بس او مكان العمل بس هو المسؤول عن الديسيز ده. نوت كومونلي ان الكوميونتي، ما بيجيش للناس اللي ماشيه في الشارع، ما بيجيش للكوميونتي. هنا لا، ده يجي للكوميونتي، الضغط يجي لاي حد خلاص لاسباب مختلفه. هنا طبعا نفس الكلمه بتاع اللي هي اول كلمه بتاع الاورجن، هنا نفس الكلام بيقول لك الاكسبوجر بيتم في الورك بليس بس. هنا ممكن يكون الاكسبوجر في الورك بليس ممكن يكون فاكتور بس، خلاص ممكن يكون فاكتور.
وبدأ يديك أمثلة هنا زي حاجة اسمها السيليكوزس اللي احنا عمالين نتكلم عليها، والأسبستوزس برضو الكلام ده هنتكلم عليه تفصيليا في بقية المحاضرات. بعد كده يعني ايه ورك ريليتد ديزيز، اداك امثله الهايبرتنشن والاسكيميك هارت ديزيزز. هل في حاجه صعبه يا شباب دلوقتي؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على اربع عناوين رئيسيه اللي هي الديفينيشن اوف الاوكيوبيشنال هيلث، وقلت لك اهم حاجه في كلمتين اتنين الايمز، في ثلاث نقط بنجيبهم من الديفينيشن ونقطتين اتنين لهم علاقه ببعض. الديفينيشن اوف الاوكيوبيشنال ديزيز ده مرض بيجي فيه الورك نتيجه ان انت بتتعرض لريسك فاكتور، وبدات ادي امثله على الريسك فاكتورز. بعد كده عملت كومباريزون بين الاوكيوبيشنال ديزيزز اند الورك ريليتد ديزيزز، وقلت الاوكيوبيشنال ديزيزز ده مكان العمل بس هو مصدر الديزيز، ولكن الورك ريليتد ديزيز لا، ده ايه العمل ده فاكتور فقط، وبدات اديك امثله على كده. تعالوا نكمل بقى يا شباب، نخلي بالنا ان الديفينيشن اللي احنا خدناه فوق ده هيبقى منطلق لحاجات كتير جدا واحنا نازلين نقلب. تعالى في حاجه اسمها الديفيجنز او البرانشز اوف الاوكيوبيشنال هيلث، وانا تاني كنت بقول لك الاوكيوبيشنال هيلث يعني ايه، الهيلث اوف الوركرز والسراوندنج انفايرمنت. فقال لي هنا البرانشات بتاع الاوكيوبيشنال هيلث، الاوكيوبيشنال هيلث متقسم ليه اتنين برانشز كبيره جدا، واحد اوكيوبيشنال هايجين، ورقم اتنين حاجه اسمها اوكيوبيشنال ميديسين. لو انت ناصح دلوقتي اوكيوبيشنال هايجين يبقى انهي جزء من التعريف؟ يبقى الايه الانفايرمنت. لما اقول لك اوكيوبيشنال ميديسين اكيد وتخلص ده علاقه بمين؟ الهيلث اوف الايه الوركرز. فبدا يديني ديفينيشن كده للاثنين، انت تقدر تالف الديفينيشن ولو جالك ام سي كيو هتقدر تختاره بايه بكل سهوله. هنا عشان اقول لك اوكيوبيشنال هايجين انا عايزك تعلم لي على ثلاث كلمات بس في الايه في الديفينيشن، ويبقى الديفينيشن خالص. قال لك هو عباره عن الساينس اوف ايه الريكوجنيشن، ادي اول كلمه، وايفالويشن ان انت تعمل ميجرز للريسك فاكتورز، وكنترول للهيلث هازاردز اللي هم طبعا ناتجين ايه في الورك بليس وياثروا على الوركرز والسراوندنج انفايرمنت. يبقى انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز في الديفينيشن ثلاث كلمات بس، هو عباره عن الريكوجنيشن اند الايفالويشن اند الكنترول اوف الايه الهيلث هازاردز. الهيلث هازاردز دي طالعه منين؟ من مكان العمل وبتاثر على البيئه والعمال. يبقى خلاص هم الثلاث كلمات اللي انا عايزهم، ريكوجنيشن يبقى ايفالويشن وكنترول. انت دلوقتي بتتعرف على الريسك فاكتورز ديت، وبعد ما بتتعرف عليها بتبدا تعمل ايه الكنترول ميجرز بتاعتك عشان تقضي عليها. وهي الهازاردز دي خارجه منين؟ قلنا من الورك بليس. بتاثر على مين؟ على العمال بس؟ لا، وعلى السراوندنج ايه كوميونتي. طبعا هنا الكي ميجرز هنا بيقول لك يعني ايه هي الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في الديفينيشن هنا. طبعا كلمه ريكوجنيشن ان انت طبعا تقدر تعرف الهازاردز اللي بتبقى موجوده في الورك انفايرمنت. مش بس كده، كلمه ايفالويشن ان انت بعد ما عرفت وجود الريسك فاكتورز دي تعمل الميجرز يبقى مثلا موجوده بكميات كبيره في الاير او الانفايرمنت ولا لا. بعد كده حاجه اسمها الكنترول ان انت بتعمل اليمينيشن للهازاردس ديت وتعمل بروتكشن اجينست ايه. يبقى لما اقول لك انا عندي في الاوكيوبيشنال يبقى هيلث، يبقى شقين كبار او برانشين كبار تقول لي ايه؟ تقول لي الاوكيوبيشنال هايجين ده رقم واحد، والاوكيوبيشنال ميديسين ده رقم اثنين. الاوكيوبيشنال هايجين يبقى انا بقول لك بسالك عن ثلاث كلمات. يبقى انت عايز تعرف ايه عن الريسك فاكتورز؟ عايزك تعرف ثلاث حاجات، ان انت تعمل ريكوجنيشن تتعرف عليه، ايفالويشن تقيس كميته الموجوده في الاير قد ايه، وتقدر تعمل له كنترول ميجرز. خلاص كده؟ خلاص. بعد كده في حاجه اسمها اوكيوبيشنال ميديسين. الاوكيوبيشنال ميديسين ده الجزء الخاص بين بالوركرز اللي هي صحه الوركرز. فلما جاي يعمل لي الديفينيشن قال لي ايه؟ قال لي it is الميديكال كير provided to specific groups of workers. يبقى هو هنا قصده ايه؟ specific groups of workers قصده هنا الوركرز اللي شغالين في مكان الايه؟ العمل. طب انت ازاي بتعمل الكلام ده؟ قال لي by common demographic characteristic risk factors or a disease. طبعا ثلاث كلمات، ديموغرافيك كاركترستكس يعني ايه؟ احنا هنا بنعمل الاوكيوبيشنال ميديسين لسبيسيفيك جروبز اوف الوركرز، اعرفهم ازاي دول؟ حاجه اسمها ديموغرافيك كاركترستكس يعني ايه؟ مثلا الايدج، مثلا الوركرز دول بنعرف عنهم الايه؟ الايدج مثلا اتعرضوا للريسك فاكتورز قبل كده، اتعرضوا لديزيزز قبل كده، خلاص؟ الكلام ده كله بيحصل له ايه؟ ريكوردنج، والدكاتره اللي هم بيبقوا مسؤولين عن المصنع او الشركه ديت بيبقى معاهم ريكوردز عن كل وركر موجود في المصنع او في الشركه. يبقى انت دلوقتي عندك حاجتين اتنين للاوكيوبيشنال هيلث، حاجه اسمها اوكيوبيشنال هايجين، انت هنا بتشوف الريسك فاكتورز اللي موجوده في الانفايرمنت بتاعتك واللي بتاثر على العمال وبتاثر على البيئه. هنا الاوكيوبيشنال ميديسين ده انت بتعمل ايه؟ هنا دي عباره عن ميديكال كير لمين؟
في سبيشال جروب اوف الوركرز، انت ممكن تقول لي هنا الوركرز اللي شغالين في الورك في اي ورك بليس، تمام. طب انا بعرف الكلام ده ازاي، او انا ازاي بوفر لهم الميديكال كير؟ بوفر لهم الميديكال كير على حسب الريسك فاكتورز اللي هم بيتعرضوا لها، على حسب الديزيزز اللي هم بيتعرضوا لها، على حسب الديموغرافيك كاركترستكس مثلا الايدج او كلام ايه او الحاجات شكل كده. خلاص كده يا شباب، يبقى انت دلوقتي خدت ايه في اول صفحه ديت؟ خدت حاجات كتير، خدت ايه؟ خدت الديفينيشن، ده رقم واحد. خدت رقم اتنين بعد الديفينيشن خدنا الايمز، بعد الايم خدت الديفينيشن اوف الاوكيوبيشنال ديزيزز، عملنا كومبير ما بين الاوكيوبيشنال ديزيز والورك ريليتد ديزيز. بعد كده قلنا ايه هي البرانشز اوف الاوكيوبيشنال هيلث، قلنا مع بعض ان عندنا حاجه اسمها اوكيوبيشنال هايجين، هنا سلامه الانفايرمنت، طبعا دي جايه من الديفينيشن برضو. اوكيوبيشنال ميديسين هنا الايه صحه الوركرز، قلنا عباره ديت عباره عن ايه ميديكال كير بتتوفر لمين؟ بتتوفر للوركرز. طب انا ازاي اوفرها، او ازاي بنعرف مثلا، او هنا الرعايه الصحيه اللي انا بوفرها دي على اساس ايه؟ على اساس مثلا الريسك فاكتورز اللي الوركرز بيتعرض لها، كذلك على اساس حاجه اسمها ديموغرافيك كاركترستيك، قلنا حاجات زي الايدج وحاجات مشابهه. بعد كده يا شباب عايزين نعرف حاجه اسمها الداتز اوف الاوكيوبيشنال فيزيشن، ايه هي الواجبات اللي المفروض الدكتور اللي موجود في الورك بليس ده يعملها. هنحط السكيما بتاعتنا وعلى السكيما هنمشي نتكلم. السكيما بتاعتنا بي و2 سي و3 اي، يبقى بي واحدة 2 سي 3 اي. ايه هي البي؟ الدكتور ده مسؤول عن حاجة اسمها البريفنشن اوف الاوكيوبيشنال ديزيزز. يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي ان احنا الاول بنعمل حاجة اسمها اكزامينيشن، لو لقى الشخص ده بدا مثلا اللي هو في مصنع السيراميك ده بدا يتعرض للسيليكا ويجي له سيليكوز، بيبدا يديله التريتمنت بدري ويمنع اي كومبليكيشن تحصل له، يبقى هو يعمل حاجه اسمها ايه؟ بريفنشن للاوكيوبيشنال ديزيزز، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، هو مش ممكن يا دكتور الشخص اللي موجود ده اللي برضه شغال في مصنع السيراميك ده اي مكنه مثلا تقطع صبع او كلام من ده؟ ايوه، فهو مسؤول ان هو يعمل ايه؟ يرجع مثلا لو في اي ليجن، في اي انجري، في اي حاجه، يعمل حاجه اسمها ايه؟ يلحق الجرح على طول، فهو يقدر يمنع حاجه اسمها الاكسيدنتس والانجريز، وطبعا مش بيمنع حدوثهم، دي صعب طبعا، ولكن هو بيعمل ايه؟ ولكن هو مثلا في اي ليجن، في اي انجري، يقدر مثلا يخيط الجرح او ينظفه او يعمل الكلام ايه ده. طبعا برضه يقدر يعمل بريفنشن اجينست الجنرال ديزيز، اي ديزيز كمان، تمام. يبقى انت عندك اوكيوبيشنال ديزيزز واي جنرال ديزيز والاكسيدنتس والايه والانجري، ديت كلمه البي. يبقى البي بريفنشن اوف اوكيوبيشنال ديزيزز، يبقى تاني ديزيزز لها علاقه بالعمل، جنرال ديزيز اي مرض تاني بقى بره العمل، اكسيدنتس وانجريز اللي هو مثلا لو حد اتعرض لاي اصابه في العمل، ديت الايه البي. طب ايه ال 2 سي؟ 2 سي طبعا قلت الاول سي عندنا، طبعا السي بتنطق ايه؟ كي برضه، يعني كيبنج الهيلث ريكوردز اوف الوركرز. يعني ايه كيبنج الهيلث ريكوردز اوف الوركرز؟ يعني مثلا لو الشخص اتعرض قبل كده لريسك فاكتورز، يبقى عارف ان الوركر ده متعرض للريسك فاكتور، او الشخص ده مثلا عنده المرض الفلاني، عنده سجل، عنده ريكورد للشخص ده، يبقى كيبنج هيلث ريكوردز اوف الايه اوف الوركرز، عارف الحاله الصحيه بتاع كل وركر عنده، امتى اتعرض لريسك فاكتور، امتى جاله ديسيز، امتى كذا امتى كذا، دي حاجه اسمها ايه كيبنج الهيلث ريكوردز اوف الوركرز. طب تاني سي حاجه اسمها ايه؟ كنترول اند تريتمنت. يعني ايه كنترول اند تريتمنت؟ هتلاقيها برضو مشابهه جدا للبريفنشن. يبقى كنترول اند تريتمنت في حاجه اسمها فيرست ايد، شكلها شكل ايه؟ شكلها شكل الاكسيدنتس برضو والانجرز. فيرست ايد اند الامرجنسي مانجمنت، اي حد مثلا اتعور في الشغل، حصل له مثلا قطع في صبعه او كلام من ده، يلحق على طول يخيط، يلحق ينظف الجرح قبل ما يحصل اي مشاكل، يبقى دي حاجه اسمها الاسعافات الاوليه. بعد كده مانجمنت اوف الاكسيدنتس اند الانجرز، طبعا كلمه بريفنشن الاكسيدنتس والانجرز دي صعبه، يعني المفروض الجمله دي المفروض هي فعلا كده مكانها الصح، كنترول اند تريتمنت، يحصل مانجمنت للاكسيدنتس والايه الانجرز، هي تعتبر برضو الفيرست اير، هي تعتبر اسعافات اوليه. بعد كده هو يقدر يعمل كنترول وتريتمنت لمين؟ للاوكيوبيشنال ديزيزز، اهو الديزيزز الناتجه عن العمل والجنرال ديزيزز. يبقى انا لو قلت لك كده كده كنترول او بريفنشن، يبقى كلمه كنترول دي او كلمه بريفنشن تحط في بالك ثلاث حاجات اللي هم مثلا اوكيوبيشنال ديزيزز، جنرال ديزيزز، اكسيدنتس اند الايه انجرز. طب تاني سي كنت قايل عليها ايه؟ طبعا كيبنج الهيلث ريكوردز اوف الايه الوركرز. كده انت خلصت البي والاثنين سي. طب تعالى ناخد الثلاثه ايه بقى؟ تعالى ناخد الثلاثة إيه. في واحدة إيه سهلة، هي اللي هي الإديوكيشن، هيلث إديوكيشن، يبقى فاضل اتنين إيه كبار اللي هم إيه؟ إكزامينيشن وإنفايرمنتال إيه مونترينج.
يعني ايه اكزامينيشن؟ انا طبعا اي وركر جاي يشتغل في مصنع او كلام من ده بنعمل له اكزامينيشن قبل ما نشغله. طب وبعد ما يشتغل يا دكتور بنعمل له اكزامينيشن كل فتره. طب وهو دلوقتي مثلا لو اتعرض للاكسيدنت او حاجه برضه بعمل له اكزامينيشن. مثلا ممكن يكون الشخص ده وقع على دماغه، اكيد انا هعمل له ايه اكزامينيشن واعمل له اشعه على دماغه وكلام من ده. يبقى انا دلوقتي بعمل له ايه؟ بعمل له بري امبلويمنت اكزامينيشن، اللي هو انا بعمل له اكزامينيشن قبل ما اشغله، بعمل له حاجه اسمها بيريوديك اكزامينيشن، اللي هو انا بعمل له اكزامينيشن على فترات متقطعه في الشغل بتاعه، يعني مثلا كل شهر او كل شهرين او كل 3 شهور. بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ الاكسيدنت اكسبوزد بيرسون، برضه لو اي شخص اتعرض ليه اكسيدنتس بنعمل له ايه؟ اكزامينيشن. في حاجه اسمها بري ترمينيشن، بري ترمينيشن ديت البري ترمينيشن اكزامينيشن هي اللي هو مثلا قبل بلوغ سن المعاش برضه بنعمل له اكزامينيشن. يبقى انا دلوقتي لو جيت لك في الامتحان قلت لك التايبز اوف الاكزامينيشن في سؤال ام سي كيو، يبقى اكسيدنت اكسبوزد بيرسون صح؟ تقول لي صح. البري امبلويمنت يبقى اكزامينيشن، تقول لي صح، يبقى اقول لك صح. يبقى افتر التيرمينيشن اكزامينيشن طبعا غلط. انا بعمل له اكزامينيشن امتى؟ انا بعمل له اكزامينيشن بري تيرمينيشن، هو عندي قبل ما يخرج على المعاش. عشان لو جالك سؤال ام سي كيو قال لك افتر تيرمينيشن اقول له لا، افتر تيرمينيشن او خلاص عند التيرمينيشن برضه لا، انا بعمل له اكزامينيشن بيفور الايه؟ بيفور التيرمينيشن او بري تيرمينيشن. بعد كده التالت ايه؟ عندنا حاجه اسمها انفايرمنتال مونترنج. احنا ليه بنعمل انفايرمنتال مونترنج؟ هنا الدكتور بتاعنا بيعمل مونترنج مع الاشخاص المسؤولين على الانفايرمنت وسلامه الانفايرمنت. مش احنا كنا بنقول الشقين اتنين في التعريف، اول شق كان الهيلث وركر واتنين قلت لك السراوندنج انفايرمنت. الدكتور طبعا بيعمل ايه؟ الدكتور بيساعد الناس اللي هم مسؤولين عن البيئه في حاجات معينه، اللي هو لازم يعرف ايه؟ لازم يبقى عارف معلومات كامله عن الماتيريالز اللي هم بيستخدموها، بيعملوا ايه اللي هي عمليه البروسيسنج والاوبريشن، كذلك ان هو على طول ان هو يعمل حاجه اسمها ريجولار انسبكشن اوف الورك اوف الانفايرمنت. هو دايما على طول بيشرف على الناس اللي هم شغالين في الايه؟ الانفايرمنت، الناس اللي هم الايه؟ الهايجينست، اللي هم الناس اللي هم شغالين على نظافه البيئه، الناس اللي هم بيشوفوا الريسك فاكتورز خلاص. طب هو بيعمل ايه؟ بيشوف الماتيريالز بتاعتهم، ما يمكن الماتيريالز اللي بيستخدموها دي شايله ريسك فاكتورز، وليكن مثلا بيولوجيكال ريسك فاكتورز زي مين؟ زي مثلا بكتيريا، زي فيروس او كلام من ده. دايما بيعمل ريجولار انسبكشن، ممكن مثلا يكون في ريسك فاكتورز ظهرت جديده او كلام من ده، دايما هو بيعمل حاجه اسمها ريجولار انسبكشن. يبقى انا بقول لك براحه خالص يعني ايه الداتس اوف الفيزيشن؟ الداتس اوف الاوكيوبيشنال فيزيشن تقول لي بي واتنين سي وتلاته ايه؟ البي كلمه ايه؟ بريفنشن، والسي الاولانيه هي كنترول والتريتمنت. بعمل ايه؟ بعمل بريفنشن وكنترول لايه؟ لاوكيوبيشنال ديزيزز، لاكسيدنتال ديزيزز، للجنرال وتخلص ديزيزز. طب وايه بعد كده؟ السي الثانيه كيبنج الهيلث ريكوردز اوف الايه؟ اوف الوركرز. طب بعد كده عندنا حاجه اسمها ايه؟ تلاته ايه؟ اكزامينيشن، وعرفت ان انت بتعمل حاجه اسمها بري امبلويمنت اكزامينيشن، بيريودك اكزامينيشن، بري ترمينيشن اكزامينيشن، اكسيدنت اكسبوز وتخلص ايه؟ بيرسون. بعد كده في حاجه اسمها انفايرمنتال مونترنج، اللي هو ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعرف انفورميشن عن الماتيريالز والبروسيسنج والاوبريشن، كذلك ان احنا نعمل حاجه اسمها ريجولار انسبكشن للورك او الحاجه اسمها الانفايرمنت او الورك انفايرمنت. خلاص؟ بعد كده جاي لك هنا مقارنه جميله بين البري امبلويمنت اكزامينيشن والبريودك اكزامينيشن. انت عايزك تفكر معايا كده، هو انا ليه بعمل بري امبلويمنت ميديكال اكزامينيشن؟ مش عشان اشوف الموظف اللي انا هعينه لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ بروبر سيلكشن، لازم الشخص اللي انا هكون هختاره يبقى مناسب للعمل، يبقى حاجه اسمها بروبر سيلكشن. كذلك الشخص اللي جاي لي ده لو هو جاي يشتغل في مصنع سيراميك وهو عنده برونكيال ازمه، اقول له لا انت ما تنفعش للشغلانه دي، يبقى انا لازم يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ بيز لاين ميديكال ريكورد. يعني يجي يقول لي انا عندي برونكيال ازمه، اقول له لا انت ما تنفعش في مصنع السيراميك، شوف لك شغلانه ثانيه. يبقى اصلا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اي ريسك فاكتورز او اي ملوثات. يبقى انا بعمل بروبر سيلكشن للوركرز عشان احط الرايت وركر في الرايت جوب او الرايت بليس، خلاص؟ يبقى فيت رايت وركر فور ايه؟ رايت جوب. يبقى كل واحد احطه في الوظيفه المناسبه له. بعد كده لازم اعرف حاجه اسمها ايه؟ بيز لاين ريكورد، اشوف هو مثلا عنده ديسيزز مثلا زي البرونكيا الازمه، ولو راح المصنع يحصل له ايه؟ هيبقى طبعا ممكن يحصل له سادن ديس، لانه ممكن ايه؟ يجي له سيفير برونكيا الازمه مثلا، بديك مثال. طب انت بتعمل ايه كاكزامينيشن للبري امبلويمنت؟ يعني دلوقتي الشخص اللي جاي لك ده انت بتعمله ايه؟ بعمل حاجه اسمها جنرال اكزامينيشن. يعني ايه جنرال اكزامينيشن؟ بشوف مثلا
اشوف له، اقيس له السكر مثلا، اقيس له الضغط، نعمل له حاجه اسمها شيست اكس راي، نعمل له فحص كامل على جسمه كله. طب وحاجه اسمها سبيسيفيك سبيسيفيك اكزامينيشن. يعني ايه سبيسيفيك اكزامينيشن؟ اكزامينيشن سبيسيفيك لمكان العمل. يعني احنا النهارده كلامنا كله اللي بنتكلم عليه على مصنع السيراميك، وانت ليه ماسك لي مصنع السيراميك؟ مصنع السيراميك لان احنا بنتكلم على حاجه اسمها سيليكوزس واسبستوزس، كلام مقارب جدا لمصنع السيراميك. خلاص، يبقى لما اقول لك سبيسيفيك اكزامينيشن بقول لك هو الشخص ده مثلا شغال في مصنع السيراميك، فهو هيتعرض للسيليكا كتير، ممكن يجي له سيليكوزس. يبقى انا كل فتره او مثلا هعمل له حاجه اسمها سبيسيفيك اكزامينيشن اللي هي شيست اكس راي، عشان اشوف الاول الشيست فيه حاجه ولا لا. لو الشيست سليم الراجل ده ايه، يجي يشتغل عادي ما فيش مشكله. طب لو الشيست فيه مشاكل، لا الراجل ده ما ينفعش للايه، للوظيفه دي. يبقى كلمه بري امبلويمنت ميديكال اكزامينيشن انا عايز اعرف فيها ايه، اوبجكتيف وبروسيديوسر. يعني ايه اوبجكتيفز؟ يعني الشخص ده احنا بنعمل حاجه اسمها بروبر سيلكشن، ديت عشان احط الشخص المناسب في الوظيفه المناسبه او المكان المناسب. ويبقى عندي حاجه اسمها بيز لاين ميديكال ريكورد على حاله الشخص اللي جاي لي او حاله الوركر اللي جاي يشتغل ده. طب انا بعمل ايه اكزامينيشن؟ ايه جنرال اكزامينيشن؟ بشوف ضغطه، بشوف السكر بتاعه، بشوف مثلا ايه، بعمل له ايه جنرال اكزامينيشن على جسمه كله. سبيسيفيك اكزامينيشن على مثلا الحاجه اللي سبيسيفيك للورك اللي هو يشتغل فيه. قلت لك مثلا لو هو يتعرض للسيليكا هتعمل له حاجه اسمها شيست اكس راي عشان تشوف عنده حاجه في الشيست ولا لا. لو عنده مثلا برونكيا الازمه اقول له لا الوظيفه ديت مش مناسبه ليك. بعد كده في حاجه اسمها بيريوديك اكزامينيشن. بيريوديك اكزامينيشن يعني خلاص الشخص ده اشتغل في المصنع، بعمل بيريوديك اكزامينيشن عشان هو في المصنع بقى هيبدا بقى يتعرض للريسك فاكتورز دي، ممكن يجي له الايه الديسيز. طب لو هو مثلا جاله الديسيز، انا بعمل بيريوديك اكزامينيشن عشان لو مثلا جاله الديسيز الحقه بدري وما يخشش مثلا في اي كومبليكيشن. يبقى هو ايه الغرض من البيريوديك ميديكال اكزامينيشن؟ ان احنا نعمل حاجه اسمها ايرلي ديتكشن اوف اني ديسيز. ايرلي ديتكشن ان انا الحقه بدري بدري. طب لما انت تلحقه بدري في البري سيمتوماتيك فيز ايه اللي هيحصل؟ اتجنب بعد كده ان هو يتعرض للريسك فاكتورز دي. يبقى انت دلوقتي لحقت وعرفت ان الشخص ده اتعرض للريسك فاكتورز، لا هقول له مثلا ايه، لو هو شغال على المكن وهو قريب من الدخان اللي طالع من المكن او كلام من ده، هقول له لا انت هتبعد عن الكلام ده عشان ما تتعرضش لريسك فاكتورز تاني. يبقى عشان يعمل ايه؟ يبقى بعمل بريودك عشان افويد الاكسبوجر تو او الفرزر اكسبوجر ان هو يتعرض تاني للريسك فاكتورز دي. كذلك دلوقتي انا بعمل ايرلي ديتكشن للشخص، ولو لقيته بدا يخش في الديسيز معنى كده ان الريسك فاكتور موجود في الانفايرمنت. طب لما اعرف ان الريسك فاكتور موجود في الانفايرمنت احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل حاجه اسمها سيفتي ميجرز للانفايرمنت عشان نحاول نمنع الريسك فاكتورز من الانفايرمنت خالص. يبقى البريودك اكزامينيشن بيساعدني على ايه؟ ان انا اعمل ايرلي ديتكشن في البريسيمتوماتيك فيز او البريسيمتوماتيك ستيج، كذلك ان انا اتجنب ان انا اتعرض تاني للريسك فاكتورز ده، كذلك ان احنا نعمل حاجه اسمها سيفتي ميجرز للانفايرمنت ونزيل الريسك فاكتورز ده خالص. طب دلوقتي في البريودك اكزامينيشن هل هعمل للشخص جنرال اكزامينيشن ولا هعمل له سبيسيفيك على طول؟ خلاص هو شغال في مصنع السيراميك يبقى هعمل له سبيسيفيك اكزامينيشن على طول على الشيست، مش هروح اقيس له ضغط وسكر. خلاص دول ما لهمش علاقه، حتى لو جاله ضغط وسكر بعد كده في الشغل فالشغل مش هو السبب، ممكن يكون ايه فاكتور بس. شكل ما احنا قلنا حاجه اسمها في فرق بين الاوكيبيشنال ديسيز والورك ريليتد ديسيز. يعني لو جاله ضغط ممكن يكون الورك ده فاكتور ولكن مش هو العامل الايه الاساسي. يبقى احنا دلوقتي الجزء الثاني في المحاضره خدنا في ايه، يعني ايه الداتس اوف الاوكيوبيشنال فيزيشن، قلنا مع بعض كلمه البي و2 سي و3 ايه. البي هي البريفنشن، والسي هي كيبنج اوف الهيلث ريكوردز اوف الوركرز، والسي الثالثه هي الكنترول اند التريتمنت. الثلاثه ايه، انا بعمل ايه؟ بعمل اديوكيشن، بعمل اكزامينيشن سواء بري امبلويمنت سواء بيريودك سواء حاجه اسمها الاكسيدنت اكسبوزد بيرسون سواء حاجه اسمها البري تيرمينيشن اللي هو قبل طلوع سن المعاش. بعد كده في حاجه اسمها انفايرمنتال مونيتورنج، ان احنا بنعمل كل حاجه، بنعمل حاجه اسمها بعرف فول انفورميشن وكل حاجه عن الماتيريالز اللي الهيجينيست بيستخدموها، كذلك هم بيعملوا ايه بروسيسنج واوبريشنز، وكمان بنعمل حاجه اسمها ريجولار انسبكشن للورك انفايرمنت. بعد كده خدت مقارنه بين البري امبلويمنت والبريودك ميديكال اكزامينيشن. قلت لك هو انت بتعمل ليه بري امبلويمنت؟ عشان اعمل حاجه اسمها بروبر سيلكشن، ويبقى عندي حاجه اسمها بيز لاين ميديكال ريكورد. بعد كده انت بتعمل ليه البريودك اكزامينيشن؟ عشان دلوقتي نعمل ايرلي ديتكشن لاي ديسيز في الاسيمتوماتيك فيز، ونمنع اي اكسبوجر تاني للريسك فاكتورز، ونعمل سيفتي ميجرز للانفايرمنت.
طب انت بتعمل اكزامينيشن ايه في البري امبلويمنت؟ جنرال وسبيسيفيك اكزامينيشن، ولكن في البريودك ميديكال اكزامينيشن احنا بنعمل سبيسيفيك اكزامينيشن فقط. ودينا مثال على السبيسيفيك اكزامينيشن اللي هو الشيست اكس راي. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم وتكون بسيطه. طبعا الاوكيوبيشنال هيلث من المواضيع الجميله جدا اللي هي تقدر تالف فيها، وجات لك سؤال ام سي كيو تعرف تالف برضه في السؤال ام سي كيو. اتمنى تكون عجبتكم المحاضره والفيديو يكون بسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.